السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 1 الترم الاول، وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح يونت 1 ويونت 2، والنهاردة هنبتدي نشرح المحور الثاني ويونت 3. وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المحور التاني يا اصحابي اسمه The World Around Me. The World Around Me يعني العالم من حولي. The World يعني العالم، Around حول، Me انا العالم من حولي. ويونت 3 او الوحدة التالتة عنوانها our animals. our اي حاجة ملكنا انا وناس معايا، حاجة بتاعتنا ملكنا بنقول عليها our. our يعني ملكنا، our يعني ملكنا. animals animals يعني حيوانات، يبقى our animals يعني حيواناتنا. our animals حيواناتنا، our animals. وطبعا يا اصحابي الكلمات الهامة الخاصة بيونت 3 our animals او حيواناتنا هي اسماء بعض الحيوانات، فلازم نكون عارفين يعني ايه rabbit 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 يعني ارنب. مرة كمان rabbit 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 rabbit. ولازم كمان نكون عارفين يعني ايه cat 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 يعني قطة cat cat cat. ولازم نكون عارفين يعني ايه sheep 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 يعني خروف sheep 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 يعني خروف. وكمان لازم نكون عارفين يعني ايه horse 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 يعني حصان horse 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 يعني حصان. ولازم كمان نكون عارفين يعني ايه camel 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 يعني جمل camel 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 يعني جمل. وكمان لازم نكون عارفين يعني ايه frog 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 يعني ضفدع frog 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 يعني ضفدع. ولازم كمان نكون عارفين يعني ايه fish 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 يعني سمكة fish 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 يعني سمكة. والكلمات دي لازم نحفظها كويس يا اصحابي، لان هي الكلمات الهامة الخاصة بيونت 3 our animals او حيواناتنا. وانا في البيج دي اصحابي مدينا اسماء الحيوانات المختلفة، وبيطلب مننا ان احنا نوصل كل اسم من اسماء الحيوانات بالصورة الخاصة بي. فاول اسم هنا قدامنا هو rabbit 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 يعني ارنب. فين هنا rabbit او الارنب؟ شاطرين كلكو، هو ده الرابت او الارنب. فنوصل كلمة رابت بالصورة بتاعته بالشكل ده، شاطرين كلكو. تاني كلمة هي كلمة cat 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 يعني قطة. فين هنا الكات يا اصحابي؟ شاطرين كلكو، هي دي الكات. فنوصلها بالاسم بتاعها زي ما احنا شايفين كده. تالت كلمة هي كلمة sheep sheep sheep، وبزي بي علشان تسهل علينا حل المثال ده، هي موصلة صورة الخروف بكلمة sheep علشان تعرفنا ان sheep يعني خروف sheep sheep sheep. رابع كلمة عندنا هي horse 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 يعني حصان. فين الهورس هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هو ده الهورس، فنوصله بالاسم بتاعه.
طب خامس كلمة عندنا هي كامل. كامل 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 يعني جمل. فين الكامل هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده الكامل، فنوصله بالاسم بتاعه. والكلمة اللي بعد كده هي فراغ. فراغ 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 يعني ضفدع. فين الفراغ هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده الفراغ أو الضفدع، فنوصله باسمه. وآخر كلمة عندنا هي فش. فش 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 يعني سمكة. فين الفش هنا يا أصحابي؟ شاطرين كلكو، هي دي الفش أو السمكة، فنوصلها باسمها زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون عرفنا نعمل ماتش ونوصل الأسماء الخاصة بالحيوانات المختلفة بالصور بتاعتها، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكوا معي ونوصل لبيج 42 أو صفحة 42. وبيزي بي بتسألنا هنا وبتقول لنا where يعني أين. where أنا بسأل بيها عن المكان، لما بقول لأي حد أو أسأل أي حد عن مكان أي حاجة فبقول له where يعني أين. أين بسأل بيها عن المكان. وعندنا في دروس التأسيس بتاعتنا أصحابي أدوات الاستفهام كلها، إزاي نكون سؤال بشكل بسيط وبشكل صحيح كمان ومشروحة بالتفصيل، فتقدروا ترجعوا لها وتتفرجوا عليها وتعرفوا كمان أدوات الاستفهام المختلفة كلها. فwhere يعني أين. Where do camels live؟ Where do camels live يعني أين تعيش الجمال. Where do camels live؟ أين تعيش الجمال؟ وبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع and read and read واقرأ. فأنا عايزك تشوف العبارات المكتوبة. انتوا طبعا يا أصحابي حفظتوا الحروف وشاطرين كلكو، وطبعا لازم نحاول نقرأ مع بعض واحدة واحدة لحد ما نعرف نقرأ بشكل سليم. اسمعوا العبارات اقروها ورايا مرة واثنين وتلاتة لحد ما تعرفوا تقروها لوحدكم، ونحاول نتعود ان احنا نقرأ بعد كده مع بعض. فهنا الصورة الاولانية مكتوب تحت منها camels. camels يعني الجمال. live تعيش. on land on land على الارض. camels الجمال. live on land مرة كمان. camels live on land. camels الجمال. live تعيش. on على land الأرض. والصورة التانية يا أصحابي مكتوب تحت منها fish الأسماك. live تعيش. in في water الماء. fish live in water مرة كمان. fish live in water. يبقى هو بيعرفنا هنا يا أصحابي ان الفرق بين الكاملز او الجمال ان هي بتعيش على الأرض، والفش او الأسماك ان هي بتعيش في المية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 43 او صفحة 43. وبيقول لنا هنا land الأرض and و water الماء. land and water. وطبعا هنا بيعرفنا الفرق بين المكانين او two habitats الموطنين، land او الارض، والwater الwater او الماء. فبيزي بي بتقول لنا هنا اصحابي cut قص color لون and stick والصق. look and say look and say انظر وقل. فطبعا هنعمل cut لإيه؟ هنروح طبعا لpage 93 أو صفحة 93. طبعا المفروض نحنا هنقص الصور دي في صفحة 93 في page 93، هندونها وبعدين هنقصها وبعدين هنلزقها في المكان الفاضي الصفحة التانية البيضة اللي بعد منها. وبكده نكون عملنا cut وcolor وstick. cut يعني قصينا وcolor لونا وstick لزقنا.
تاني حاجة بتقول لنا look and say look انظر على الصورتين and say and say وقل وهنقول طبعا اسم كل صورة. فعندنا هنا land قولوا معايا land كمان مرة land land يعني أرض water 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 يعني ماء ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 44 أو صفحة 44 وعنوانها The Living World The Living يعني الحي World عالم العالم الحي. وطبعا هنا أصحابي بيكلمنا عن الفرق بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية. في فرق كبير بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية. فمثلا الكائنات الحية بتتنفس بتتنفس هواء. تاني حاجة الكائنات الحية بتنمو وبتكبر. تالت حاجة الكائنات الحية بتأكل وبتشرب. لكن مثلا الأشياء غير الحية ما بتتنفس، والأشياء غير الحية ما بتنموش ما بتكبرش، والأشياء غير الحية كمان ما بتأكلش وما بتشربش. فمثلا لو قلت لك مثلا إن الكات أو القطة هي كائن حي، ليه؟ لأنها بتأكل وبتشرب، وهي كمان بتنمو بتبقى صغيرة وبعدين بتكبر، وهي كمان بتتنفس بتتنفس هواء زي ما احنا بنتنفس هواء بالظبط. لكن لو قلت لك الكرسي اللي انت قاعد عليه ما بيأكلش وما بيشربش، صح؟ الكرسي اللي انت قاعد عليه ما بينموش ما بيكبرش. عمرك شفت كرسي كبر؟ يعني سبته بالليل صحيت الصبح لقيته كبير؟ طبعا لأ. وكمان الكرسي او اي حاجة غير حية ما بتتنفس ما بتحتاجش الهواء علشان تتنفس. فهنا بيعرفنا الفرق بين الكائنات الحية والاشياء غير الحية. فعنوان البيج دي مرة تانية The Living World The Living World العالم الحي. وبيزي بي بتقول لنا هنا listen listen يعني استمع and و read read اقرأ listen and read اسمع واقرأ. فأول صورة فيها صورة كات جميلة أو قطة أو قطة جميلة. الكات دي الصورة دي مكتوب تحت منها living things eat living حي things أشياء eat eat يعني يأكل تأكل. يبقى living things eat الكائنات الحية أو الأشياء الحية بتأكل. living things eat الأشياء الحية أو الكائنات الحية بتأكل. مرة كمان living things eat. أما الصورة التانية فمكتوب فموجود فيها two cats واحدة كبيرة وواحدة صغيرة بنتها تقريبا ومكتوب تحت منها living things grow living things grow grow يعني ينمو ينمو يعني يكبر. living things grow يعني الكائنات الحية بتنمو الأشياء الحية بتنمو. مرة كمان living things grow living things grow. وآخر صورة فيها كات فتحة بقها وبتتنفس هواء ومكتوب تحت منها living things breathe breathe يعني يتنفس. living things breathe مرة كمان living things breathe. فالكائنات الحية بتتنفس الكائنات الحية بتتنفس. وفي الجزء الثاني من البيج دي بيزي بي بتقول لنا look انظر and circle circle ضع دائرة حول the living things the living things الكائنات الحية. فطبعا يا اصحابي مدينا مجموعة صور زي ما احنا شايفين قدامنا فيها كائنات حية واشياء غير حية. اول صورة فيها صورة رابت rabbit او ارنب. هل يا ترى الرابت living things من الكائنات الحية ولا لا؟ شاطرين الرابت او الارنب بيتنفس وبيأكل وبيشرب وكمان بيعمل grow وبينمو. فنحط حواليه circle زي ما احنا شايفين قدامنا لان هو living things. تاني صورة فيها table او منضدة ترابيزة صغيرة. هل يا ترى التيبل living things
شيء حي أو كائن حي ولا هي non-living thing شيء غير حي؟ شاطرين، التيبل أو الترابيزة هي لا بتتنفس ولا بتأكل ولا بتشرب ولا بتنمو كمان، فهي non-living things، فمش هنعمل حواليها circle. تالت صورة فيها sharpener، sharpener أو براية، sharpener. هل يا ترى الشاربنر أو البراية living thing ولا non-living thing؟ شاطرين، it's non-living thing أو هي شيء غير حي، لأن هي لا بتأكل وبتشرب ولا بتتنفس ولا بتنمو كمان. طب الصورة الرابعة فيها صورة cat، cat أو قطة. هل يا ترى الكات living thing ولا non-living thing؟ شاطرين، الكات living thing لأنها بتأكل وبتشرب وبتتنفس وكمان بتعمل grow أو بتنمو، فنعمل حواليها circles زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة الخامسة فيها horse أو حصان. هل يا ترى الhorse أو الحصان living thing ولا non-living thing؟ شاطرين، الhorse living thing لأنه بيتنفس وكمان بيأكل وبيشرب وكمان بيعمل grow أو بينمو، فنعمل حواليه circle زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة الستة فيها fish أو سمكة. هل يا ترى الفيش أو السمكة living thing ولا non-living thing؟ شاطرين، الفيش living thing لأنها بتتنفس عن طريق الخياشيم بتاعتها، بتاخد الهواء من المية بشكل معين ربنا خلقه لها، وبتأكل كمان وكمان بتنمو أو بتعمل جرو. لو انت عندك حوض سمك، الأسماك اللي فيه ممكن تكبر بمرور الوقت وانت هتاخد بالك من حاجة زي كده، فنعمل حواليها سيركل لأنها living thing. طب البنسل living thing ولا non-living thing؟ شاطرين، البنسل non-living thing لأن هو لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيتنفس ولا بيعمل grow أو بينمو. عمرك سبت القلم أو البنسل بتاعك ورجعت لقيته كبر لوحده؟ طبعا لأ، فهو non-living thing أو شيء غير حي. وآخر حاجة البيبي الصغير ده، هل يا ترى هو living thing ولا non-living thing؟ شاطرين، البيبي الصغير ده living thing أو كائن حي، لأن احنا كلنا كنا البيبي الصغير ده بنأكل وبنشرب وبنتنفس هواء كمان وبننمو وبنكبر بدليل ان احنا كبرنا دلوقتي، وعلشان كده لازم نعمل حواليه circle زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا حل السؤال ده وعرفنا الفرق بين الكائنات الحية او living things والnon-living things أو الكائنات أو الأشياء غير الحية. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.